السلام عليكم، انا الطالب حسين قاسم مال الله، ممثل كلية الطب. أقام طلبة كلية الطب هذا اليوم مهرجان البالونات الخيري بهاشتاغ فرحة يتيم، الذي ندعم فيه الفقراء واليتامى بالتعاون مع عمادة كلية الطب، بتعاون مباشر مع سيد عميد كلية الدكتور الأستاذ مساعد الدكتور عادل الميالي، ومعاون الكلية المدرس الدكتور علي العوادي. استمرت تنظيمنا لهذا المهرجان خلال الأسبوع الفائت، وأقمنا ورشات وبازارات متعددة في اليوم، معرض كتاب وبازارات. أيضا هذا المهرجان، فلوس هذا المهرجان راح تذهب إلى الفقراء واليتامى من خلال الحملات الخيرية والتشجيعية. السلام عليكم، أنا منتظر رضا من جامعة جابر بن حيان كلية الطب المرحلة الرابعة. طبعا اليوم اجينا على حدائق جامعة جابر بن حيان لإقامة مهرجان البالونات باسم فرحة يتيم. طبعا عادات هذا راح تكون للأيتام، وقامتها من طلاب جامعة جابر بن حيان من كلية الطب وكلية الصيدلة السريرية. طبعا كانت فرصة انه نغير جو ونطلع من الجو الدراسي حتى يكون شيء افضل لنا ان شاء الله، ونقدم شيء اكثر للمستقبل. السلام عليكم، انا محمد باقر، طالب كلية الطب مرحلة ثانية جامعة جابر بن حيان. حضرنا اليوم مهرجان البالونات اللي هو مبادرة من طلاب جامعة جابر في سبيل إسعاد الأيتام في دور الأيتام، وهو هذا للسنة الخامسة على التوالي، يقام في كل نهاية سنة، وعلى أمل أن تكون السنين القادمة سنين خير وفرح وإسعاد على كل العراقيين. السلام عليكم، انا سجاد محمد، طالب جامعه جابر بن حيان الطبيه كليه الطب مرحله ثانيه. طبعا اليوم حضرنا مهرجان البالونات اللي نظموه طلبه جامعه جابر بن حيان للسنه الخامسه على التوالي. طبعا عادات هذا المهرجان هي للايتام، ويا رب تكون سنه خير وسعاده على الجميع ونتخلص من هالوباء. السلام عليكم، انا طالبه طب جامعه جابر بن حيان الطبيه. حضرنا مهرجان البالونات اللي كانت فكرته انه عائد لدار الايتام، يعني فكره كلش حلوه، وكبدايه سنه جديده نتمنى انه نخلص من هذا الوباء باسرع وقت، وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. Thank you.
السلام عليكم، طالب محمد مهدي بربري، طالب جامعة جابر بن حيان الطبية كلية الطب المرحلة الرابعة. يقام في هذا اليوم على حدائق جامعة جابر بن حيان الطبية مهرجان بالونات جابرية السنوي الخامس المسمى فرحة يتيم، ومهرجان خيري يقام سنويا في جامعة جابر بن حيان الطبية. يذهب هذا المهرجان لرعاية الأيتام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدعوة الجميلة من طلاب جامعة جابر بن حيان الطبية في النجف الأشرف، وهذا الدعوة المهرجان جميل يقيموه طلاب جامعة جابر بن حيان الطبية، وهذا المهرجان إطلاق البالونات هو أول جامعة بادرت بهذا المهرجان، وإن شاء الله تكون عائدات هذا المهرجان إلى الفقراء واليتامى بدعم بسيط، وإن شاء الله تكون سنة خير، سنة 21 خير على كل العراقيين والعراقيات.